الحقيقة يمكن استعرضنا أيضا بعض المستجدات الخاصة ببعض الحقيقة الطلبات اللي كانت موجودة، ويمكن خدنا مجموعة من القرارات علشان يعني نؤكد مرة أخرى على التوازن في التعامل مع موضوع كورونا. الحقيقة يمكن تم مناقشة عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، ويمكن مع السيد وزير الأوقاف ووزارة الداخلية تم مناقشة هذا الموضوع، وتم الاتفاق على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، ودي يمكن معالي وزير الأوقاف هيبقى بيصدر قرار بالضوابط الخاصة بها، لكن احنا بنتكلم على المساجد والجوامع اللي معين لها إمام واللي فيها عاملين من وزارة الأوقاف موجودين، بحيث ان احنا هنطبق نفس الاجراءات الاحترازية اللي بتتم في الصلوات العادية هيتم تطبيقها في صلاة الجمعة، وهنبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 28 اغسطس في بدء اقامة صلوات الجمعة، وتم التشديد على ان تكون الفترة الخاصة بالخطبة بتاعت الجمعة يعني في حدود 10 دقائق، وهيتم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية اللي بتتم في الصلوات المعتادة، مع استمرار غلق الزوايا والمساجد اللي لا يسري عليها الضوابط والشروط اللي احنا هتكون موجودة، وايضا استمرار عدم اقامة اي مناسبات، سواء بقى يعني اللي هي دور المناسبات هتظل مغلقة، وايضا الاماكن الميضات هتظل مغلقة ايضا، علشان بقدر الامكان نحافظ على صحة المواطنين. ودي يمكن نقطة الحقيقة تم التوافق عليها النهاردة في لجنة الأزمات، فبالتالي اعتبارا ان شاء الله من 28/8 هتبدأ السماح بالضوابط دي لصلوات الجمعة، ومعالي وزير الأوقاف هينشر القرار الخاص بالضوابط بصورة تفصيلية.